عاده كده بنقعد نقول انه مرايه الحب عاميه، ان انا عشان بحب الشخص اللي قدامي فانا ما بكونش شايفه عيوبه، ولكن طلع الموضوع ان هو فعلا ليه اساس علمي بيثبت القصه دي، انه فعلا انا ببقى عاميه عن كل عيوب اللي قدامي. ليه بقى؟ في دراسة اتعملت في جامعة بلندن بتقول ايه بقى؟ بتقول انه عدم رؤية العيوب اللي في الشخص اللي انا مرتبطة بيه ده بسبب انه في جزء في المخ، في مناطق في المخ بتتوقف عن العمل بمجرد ان انا ببص للشخص اللي انا بحبه ده او بتعامل معاه، في حتت كده بتضلم جوه دماغك بالظبط كده، والحته اللي بتضلم دي يا جماعه هي النظام المسؤول عن التقديرات السلبيه وابراز العيوب وتوجيه النقد. يعني كل حته بتميز، الحته اللي بتميز انه اللي قدامي ده في مشكله او المفروض ان انا انتقده في الحته دي او ابقى شايفه العيب ده، هي مش موجوده اصلا، مضلمه مطفيه دلوقتي، هو متبنجه بالظبط، مش موجوده. ده واقعي علشان خاطر انت بتبقى ماشي هنا باحساسك، انت ماشي بقلبك. لا هو كده الموضوع، ما قلبك هنا، لا ما قلبك ده بقى اللي بيدي القرار لدماغك ان هو يخلي المنطقه دي تضلم. أوكي. يعني انت كده مش ماشي بدماغك، انت كده ماشي بقلبك، فقلبك بيخلي الحته دي شويه يعني ايه، لا نتجنبها بقى. وطبعا في الاخر خالص يجي يقول لك ايه، انا عندي وعندي وعندي وهي وهي وهي، وتيجي هي برضه تقول لا بنلاقي ما مبررات. هو وهو وهو لا لا، هي الفكره ان احنا بنلاقي مبررات لكل حاجه. يعني مثلا واحد في الاول واحد بخيل ومش عارفه ايه، لا اصل هو ماسك ايديه شويتين عشان نتجوز قريب. واحده مثلا ما بتراعيش ربنا فيه، او مثلا بتكذب عليه كتير، لا اصل هي قالت لي كده عشان ما تزعلنيش، فاهم؟ بنطلع بنفضل طول الوقت اللي هي المقنعه والغير مقنعه، اللي هي بنصبر بيها نفسنا، اللي هي مسكنات مثلا. طب انت مقتنعه بالقصه دي اصلا؟ لا لا، يعني اللي انا شايفه ان انا لو انا في حد قدامي فانا اكيد انا مدركه عيوبه ايه. العيوب دي ممكن ما تبانليش من الاول، بس بعد شويه وقت هبتدي اشوف عيوب اللي قدامي، بس انا بقى اللي بكون عايزه اتغاضى عنها. يعني انا عارفه انه ده في واحد اتنين تلاته ومميزاته واحد اتنين تلاته، فانا في مقابل المميزات دي هتغاضى عن العيوب اللي موجوده جواه. لانه طبيعي اي بني ادم بيكون فيه عيوب، وما دام انا ارتضيتها يبقى العيوب دي يعني اقل ضررا ليا. مفيش حاجه تتغير بسهوله، يعني دايما سواء اتغيرت او ما اتغيرتش فانا واخده الشخص ده بعيوبه. انت ارتضيتي، بس في يعني ممكن حد تاني مش بيبقى راضي، يعني حد تاني يقول لك ايه، انا عارف ان هو في مشاكل واضحه جدا من اول الموضوع، بس في الاخر خالص لما بعد كده الامور بقى بتخش بقى في مراحل تانيه واعمق شويه زي الجواز مثلا، انت بتلاقي نفسك او هي بتلاقي نفسها، طب ايه ده، انا مش مستحمله، انا مش العيب ده، ده قاتل بالنسبه لي. أي. طب ما كان في الاول الموضوع كان عادي، هنا بقى بيحصل الصدمه، هنا لا هنا بيحصل ايه، الدماغ بقى ايه بتفوق بقى، البنج بتشال خلاص بقى. حس ايه يعني، طالما احنا في توقيت معين حسينا ان احنا مبسوطين والدنيا تمام، ما نجيش بقى ايه بعد كده نشتكي خلاص. لا، هي الفكره انه الناس نتبسط بعد كده، نحاول برضو ايه نمسك نفسها شويه نتبسط برضو. لا، هي ان الناس طول الوقت هي ظالمه القلب، يعني في العمليه دي يقول لك يا عم ده قلبه هو اللي مديه في داهيه ومش عارفه ايه، وهو اللي ماشي يحبه وهي اللي ماشيه تحب على نفسها والحاجات دي كلها، وطلع اصلا انه المشكله في دماغنا، من دماغنا بجد هي اللي فيها حاجه مقفوله. هو الجزء اللي في المخ ده ماشي هو المسؤول عن ده، بس بالعكس بحس ساعات ان ممكن التفكير العقلاني لما بيشتغل بقى في اوقات معينه لا بينجح هو، يعني ماشي ما هو بيفصل شويه. لا، في ناس ما هو ده لو اشتغل وهو بعيد، يعني بره الموضوع شويه، لو هو واخد بريك او زي ما أو كنا بنقول انه انفصل مثلا، او لو حد يعني دخل علاقه ان هو ايه عايز يرتبط بس مش بيحب، فاهمه؟ اوكي، يعني صالونات مثلا زي الكلمه المعتاده بتاعتنا، ممكن حد عايز يبقى معاه شريك حياه بس لسه بيدرسوا بعض يعني، فهنا ممكن بيشغل الدماغ شويتين ثلاثه عن العاطفه، يعني العاطفه هنا القلب بيبقى بيرجع ورا شويتين ثلاثه يعني. كمان برضو فكره انه الدراسه تقول انه الست لما بتحب بتشوف اللي قدامها ده كانه ابنها، اللي هو مهما غلط او مهما عمل حاجة فأنا مشاعر الأمومة جوايا هي اللي غالبة، فأنا هسامحه، مش هقفله على حاجة وهبرر له طول الوقت. أنت متخيل الست بتحب الحد فين؟ مش أنتوا يا راجل، يا راجل بنكون لك أم وأخت وصحبة وصديقة وكل حاجة يعني، وأنتوا ولا بتقدروا والله يعني. لا والله ما فيش الكلام ده. طب ما يعني الراجل برضه يعني، هو ما أعرفش هو ما جابوش سيرة الراجل ليه، بس الراجل يعني افتي أيوه افتي يعني الراجل برضه لا ليه وضعه يعني. أي نعم، إحنا في شهر المرأة يعني، طبعا يعني اليوم العالمي بالاحتفال بالمراه الجميل، وكمان طبعا عيد الام يعني، خلاص كل سنه وكل امهات مصر طيبه. شكرا. فاكيد يعني برضو الراجل هنا بيحب برضو، لا بيبقى جواه شعور وبيتنازل برضو حاجات كده جدا. ايوه، بس انا بحس انه الراجل هو عقلاني اكتر، فهو طبيعي حتى لو جواه مشاعر بيتصرف عقل شويه، ليه عقلاني؟ بيبقى كنترول طول الوقت.
عشان هو نفس البني ادم، هو عنده دماغ وعنده قلب وعنده مشاعر واحاسيس ودم وبيشرب ميه. لا بص دي حاجه احنا مش لسه ولو حب برضه نفس الكلام. ما هو في بنات لما راجل بيحبها عادي جدا وبيحصل العكس، بتلاقي انه ممكن هو اللي ايوه هي هنا ما حبتش. لا هو بص هي ده مش اكتشاف لسه مكتشفينه اول امبارح. هو معروف كده انه راجل عقلاني اكتر من الست. الست عندها عقل وكل حاجه ولكن عاطفية مشاعرها أكتر. هي اللي بتحركها اكتر من الراجل حقيقي. بس فعشان كده احنا بنحب بزياده وبننجرح بزياده ومخنا بيضلم بزياده ومرايه الحب عاميه معانا بزياده. يعني والله انا شايف ان هي طيبه وشايف ان هي حاجه كويسه بالنسبه ان ربنا خلق، يعني لو هم بيتكلموا فعلا في الدراسه دي ان الموضوع بشكل علمي يعني السائد على اغلبيه البنات والسيدات يعني، فانا شايف دي طيبه، شايف ان دي حاجه كويسه جدا ان ممكن لما بنت فعلا تحبك وتثق فيك وهي شايفه ان حتى لو عندك بعض العيوب وعيوبك قاتله او قويه جدا لانها برضو هي بتحاول تتلاشاها او مش شايفاها يعني، فحاول انت كمان برضو تقدر ده. لا يعني هو كمان اللي انا شايفاه الاهم من كل ده ايا كان بقى ايه المسبب ان انا ما بشوفش عيوب اللي قدامي سواء قلبي او عقلي، هي الفكره كلها ان انا مش بعد ما تنتهي العلاقه افضل الوم في نفسي وازاي انا ما شفتش ده وازاي انا ما عملتش ده رغم ان هو كان واضح قدامي او كل الناس كانت شايفه حاجه انا مش شايفاها. يعني خلاص العلاقه دي ايا كانت بالظبط ايا كانت هي ايه، انا اتبسطت في وقت، زعلت في وقت، النصيب خلاص ان احنا ما نكملش تمام. ما اقعدش بقى ايه احط على نفسي ضغوط اكتر من اللي انا فيها.